نحن الآن جئنا لنحيي ذكرى استشهاد أبطالنا الثلاثة، القائد أبو إياد، القائد أبو الهول، القائد أبو محمد العمري. هذه الذكرى، هؤلاء القادة زرعوا فينا آمال المستقبل، زرعوا فينا روح المقاومة، كسروا كل الحلقات من خلال مساهمتهم في انطلاق الثورة الفلسطينية، من خلال تكسير حلقات الإحباط والتيئيس، من خلال فضح الحقائق، من خلال تكسير حلقات استعباد عقولنا وتيسيرها بأكاذيب فرضت علينا من قوى عظمى التي أدت إلى هذا الصمود الأسطوري الذي يعيشه شعب فلسطين على أرض فلسطين أمام هذه الهجمة الفاشية النازية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد أبناء شعبنا في غزة، في الضفة الغربية، في القدس، في كل أماكن فلسطين التاريخية. شعبنا الآن يحيي هذه الروح، هذه الطاقة التي زرعتها فينا هذه القيادات الخالدة التي أطلقت الثورة الفلسطينية لاستعادة ليس فقط الحق الفلسطيني، ليس فقط الحق العربي، وإنما الحق الإنساني على مستوى الكون. العالم الآن يكتشف أن ما يخوضه الشعب الفلسطيني من نضاله في تثبيت حقوقه هي تثبيت لحقوق الإنسانية، هي تثبيت لاستراتيجية الأمن والأمان للإنسانية، وأن استراتيجياتهم كحركة صهيونية، كحركة إمبريالية، بدأت تنهار من داخلها أمام صمود أطفال فلسطين، نساء فلسطين، شيوخ فلسطين، رجال فلسطين على أرض فلسطين. وهذا تونس لا تدعم القضية الفلسطينية، تونس في نفس الخندق مع الشعب الفلسطيني. لذلك صمود تونس أمام محاولات أيضا إدخال تونس في حلقات التفكير الإحباط والتيئيس والإفساد وكسر هذه الحلقات هو أكبر انتصار لفلسطين. ففلسطين وتونس هم شعب واحد في خندق واحد.